تزوجت الكثير من الفتيات السوريات، تزوجوا بأصحاب ألقاب أبو فلان أو على الكنية الدولة القادم منها. هاي العادات والتقاليد سهلت وما مانعت وما اعتبرت أنه هذا الأمر التي كانت تقوم به الكثير من الخطابات وحتى الشخصيات اللي كانت مسيطرة على الأمر الواقع في بعض المناطق، ما اعتبرته جريمة، ولكنها اليوم بتعتبر جريمة أنه ينسب هذا الطفل لأمه بعد غياب أبوه، بعد عدم اعتراف أبوه. أطفال ينتموا إلى أباء، ومن دول عديدة أنجبوا في سوريا من أمهات سوريات والآن لم يعودوا موجودين، ربما لم يموتوا، ربما غادروا إلى مكان ثاني، ولكن هم لا يتحملوا مسؤولية هذا الطفل، وبقيت مسؤولية هذا الطفل على عاتق المرأة الموجودة في سوريا. أنا بدي أقول هي المرأة مو بس عم بتعاني من عدم وجود أوراق رسمية، هي المرأة عم بتعاني حتى من عدم وجود مساعدات. طالما هي غير قادرة على تسجيل أطفالها، طالما غير قادرة على أخذ دفتر عائلة، فهي غير قادرة حتى على أخذ مساعدات الأمم المتحدة أو مساعدات المنظمات اللي ممكن تمنحها لهذول الأطفال. هذول الأطفال عم بيعانوا من مشاكل أكبر مما نتخيل. هذول الأطفال مش مسؤوليتهم كل الأخطاء التي تمت في زيجات أهاليهم أو كل الأخطاء التي ارتكبت، إذا كان هناك أخطاء التي ارتكبت في طريقة قدومهم إلى هذه الحياة. هؤلاء الأطفال هم موجودين، كمان لازم نسعى أكثر بعدم وسم هؤلاء الأطفال بوسوم أهاليهم. يعني اليوم كثير بنسمع يكتب على الإعلام أو يتم تداوله أطفال داعش، هذا أسوأ لفظ ممكن يتعرض له هذا الطفل، وكأنه نحن عم نرسم طريق حياته، وكأنه عم نرسم طريق مستقبله، على الرغم أنه هذا الطفل هو يفترض يكون مفتوح كل أفق الحياة قدامه. يفترض أنه نحمي هؤلاء الأطفال من الأفكار المسبقة يلي عندنا نحن. هؤلاء الأطفال من حقهم أنهم يعيشوا حياة يختاروها هن بطريقتهم، من حقهم أنهم يكونوا في بيئة آمنة وأسر آمنة.